السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله سيدنا الغالي. حي الله سماحة الملا. أهلا وسهلا مولاي، شلونك؟ بشرونا عنكم، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد سيدنا الغالي. حياك الله الملا. ملا سيد، أحببت أخبرك في أمر إن تسمح لي. تفضل سيدنا، تفضل. ملا، ما فائدة السفراء الأربعة؟ يعني وهل يحق للمعصوم أنه ينيب غير معصوم في أثناء غيابه؟ والله يا سيدنا يا مولاي، أنا شوي هاي المعلومات ما داخل عليها. بس اللي يعرف أن الإمام المعصوم لازم ينوب عنا إمام معصوم. أحسنت، الإمام المعصوم بقى ما نبش إمام معصوم، ذهب وترك عثمان بن سعيد العمري ومحمد بن عثمان العمري والحسين بن روح وأبو الحسن علي بن محمد السمري. قال إن دول النواب الأربعة السفراء الأربعة وكانوا بيتقابلوا مع الإمام يعني وكده. ألا يدل هذا أن هؤلاء كذبة كما قال السيد كمال الحيدري؟ سيد كمال الحيدري؟ نعم. ليه أغلب حديث السفراء ده هو إرسال مال؟ هو كان صاحب الأمر، صاحب الولايات التكوينية، كان فقير مثلا وكان محتاج فلوس، ولا ما كانوا مجموعة من النصابين أو كده؟ والله يا سيدنا أنا بالنسبة لي ما عندي معلومات هاي، وبس ما قرأ أنا على هذه المعلومات. طيب ملا، لأن إحنا سيدنا الغالي، لأن إحنا أغلب الناس رجال الدين ما يتطرقون لهيش مواضيع، هو المفروض إحنا يتطرقون لهيش مواضيع حتى إحنا نعرف هاي المواضيع. ملا أحمد صبيحاوي، هذا كلام جميل جدا منك، إن رجال الدين لا يعني لا يتكلمون في مثل هذه المواضيع، وهذه مصيبة طامة والله. طيب ملا، انت قلت الان المعصوم لا ينوب مكانه غير معصوم، فدلوقتي الامام دلوقتي غائب، فمين النائب مكان الامام الان؟ المراجع الدين. نعم. طب هل المراجع معصومين؟ شو اسمه، المراجع غير معصومين. طب كيف ينوبون عن الامام؟ الا يوجد خلل في هذه المساله فعلا ملا احمد صبيحاوي؟ والله طبعا سيد، طبعا لعد شلون، صحيح والله هذا يدل ان اصلا ردود الحسيني احمد صبيحاوي، اريدك ان تفكر جيدا، واصلا ان يشرح صدري وصدرك الحق. ما في شيء اسمه 12 اماما معصومين يخلقون ويرزقون ويتحكمون في الكون، ما في امام غائب من 1200 عام، فاريدك ان تعيد تفكيرك مره اخرى، واصلا ان يشرح صدري وصدرك الى الحق. ان شاء الله سيدنا، ان شاء الله. منين انت مولاي؟ منين؟ شكرا. انا من مصر، من اهل السنه والجماعه. حياك الله، نسال الله ان يوفقنا واياكم لكل خير. منين؟ من مصر. على راسي سيدنا، على شكرا. راسي على راسي. شكرا. انت واهل مصر، واهلا وسهلا بك. شكرا مولا احمد صبيحاوي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مولاي. شكرا. اهلا وسهلا. شكرا، في امان. اهلا وسهلا بالسيد. كان معكم الردود الملا احمد صبيحاوي. الحق واضح يا شيعة ورب الكعبة، لماذا علماء الشيعة لا يتحدثون في مثل هيك مواضيع كما يقول ملا احمد؟ لماذا يبتعدون عن مثل هذه المواضيع التي تكشف زيغ هذا المعتقد؟ اللهم دعوة الشيعة وخذ بايديهم الى نور التوحيد.